اللي فرج عليك فرج على الجميع يا الله، كل أسير يا رب الله يرضى عليك، نورت الدار وجودك يا الله، اللي فرحنا يفرح جميع الأمهات يا الله يا رب يا الله. والله 12 سنة هذولا مر بالنسبة لي باللحظات، أما من 7 أكتوبر هذول هن الأصعب إشي، يعني هذول هن اللي أذنا، هذول هن يعني اللي ذبحنا ذبح، سواء أنا والمؤبدات والأحكام العالية، الناس الكبار بالسن، الناس المرضى والناس المصابين، بصراحة هنونا وزلونا زل وسبع اخواتنا وعرضنا كل يوم نفس الحكي، ضرب وهنات ومسبات، الاكل قلصوا لنا اياه بزياده، يعني فيش اي انجاز الا سحبوا لنا اياه، اواعينا حرقوهن حرق شنتات، يعني اواعينا يطلوهن من طلوهن من الغراب وحطوهن بحر زباله وحرقوهن، والكانتينه برضه طلوها وكبوها، وكل اغراضنا ما خلوا معنا بس لبستين وكل يوم على عدد الصبح، عدد 7 الصبح ظلم يحكوا لنا يلا قبل العدد يحكوا شعب اسرائيل حي، شعب عالم اسرائيل حي، واللي بيحكيش راح يتلقى نصيبه صراحة، يا بموت يا بنقزة، يعني يا بنكسر له ضلوع يا بنكسر له ايده. انا من الناس اللي انضربت عيدة هاي وتأذيت، هاي فيها بلاتين واكيد عندي فلت بلاتين، يعني ناوي ان شاء الله اطلع المستشفى هاليومين عالج حالي، وعندي برضو ريش راحن عندي الجهتين، وعندي هجم الكلب علي هنا يعني عجرية وهجموا كل الوحدات علينا، يعني الوحدات كل أنواع الوحدات اللي بتتسمى هاي الضرور والمتسادة واليماز، كل الوحدات هذول فوتوا الجيش كمان، ما خلوش شيء يعني بأي طريقة يأذونا فيها اللي عملوها، ما قصروش يعني صراحة، ويا اليوم لآخر نفس لحد آخر يوم بتاريخ شحروري عندنا الغرفة كانت مسكرة معاقبة، ليش معلقين بشكير مبلول عشان ننشفه على الشمس، سكروا الغرفة 7 أيام ممنوع نطلع على الفورة، النص ساعة اللي بحملوا لنا جميلة فيها نطلعها نقزة بالساحة والحمام، منعونا أسبوع وسحبوا فرشاتنا، سحبوهن من 7 المغرب الصبح وجابوا لنا إياهن على 8 على 9 بالليل، عالية عالية فضل الله يرحمهم، يعني الله فضل الله يعني، والله يهون عليهم بس لك الله يهون عليهم. احلى لحظات ان انا رنيت على ابو احمد، اهم شيء طمنت على امي وابوي عايشين ولا الله اعطاهم عمر، يعني الحمد لله رب العالمين، ولقيتهم عايشين، واول ما شفتهم يعني ركعت عجريهم يعني واديهم على راسهم حضنتهم، وروح رجعت لما شفتهم صراحة، وشفت أهلي وأقربائي وعمي، عمي اللي فقدته رد الله حياه الحمد لله رب العالمين، والله هسه مصدومة والله مصدق إني مروح يعني بصراحة، ونمتش والله من امبارح حتى قبل ترويحتي بيوم وأنا سهران لحد هاي اللحظة مش عارف أنام، هو توتر هو ارتباك، هو من الصدمة، هو من العذاب اللي عذبونا إياه، ومن الجوع اللي جوعونا إياه، من الضرب حداش كان متوقع انه احنا ننهان لهالدرجه، ننزل انه كرامتنا تنهان حداش، ونحكي الحمد لله رب العالمين، صمنا رمضان فيش اكل من مره والله حد الله، اكل من نص صحن رز، اكل من نص كاسه شوربه خبز، انا كل واحد مره 7 خبزات، مره 10، مره 8، مره 6 حسب، مره فيش شيء، مره قطعونا 4 ايام من دون خبز، 4 أيام قسما بالله بعيد البيسح تاعهم هذا، قطعونا 4 أو 5 أيام والله أعلم شو صار بحالتنا، واستحملنا الحمد لله رب العالمين، وصرنا نصوم بعد رمضان 2 وخميس نجبر حالنا عشان إيش نوفر خبز لليل اللي نعرف نتعشى وننام، سادة الأسرة هي الوحيدة اللي أنا أطمن أهليهم والحمد لله وصلت ووصلت لأهليهم كل شيء، ورنيت عليهم يعني وقلت لهم أهليكم بخير ووضعهم منيح وأمورهم تمام، و يعني لازم أحكي لهم هيك بصراحة، أحكي لهم مش هيك يعني بده يتحسر، بده يعيط، بده يبكوا، بده
اللي هم صبع وضعهم مأساة بصراحة، مأساة كتير كتير، تعب شقا وكل إشي، يعني كل ساعة منفكر فيه، بالخص من يوم حرب سبع هذا أكتوبر 7 أكتوبر لليوم، يعني الكل بيحكي بأكلوش بشربوش بضربوهم، والله بعلم كيف قضيناهن 7-8 أشهر، يعني الحكي مش زي الشوف، والحمد لله اللي بصبر منه، الحمد لله شفناه بخير بسلام، الحمد لله اللي فرج عليه فرج على الجميع يا الله، زي ما فرحنا فرح جميع الأمهات يا رب، والحمد لله أحلى يوم بحياتي شفته اللي هو امبارح بطلعته، الحمد لله يعني لهسه مش مستوعب بصراحة، لهسه مش مستوعب إنه بيننا، يعني لا أنا ولا هو ولا أخوانه ولا حدا ولا أبونا من الليلة، مش مصدقين حالنا، الحمد لله الله يا رب يا رب اللي فرحنا يفرحن جميعا يفرج على الجميع يا رب، كل أسير محبوس يطلع يا رب خير بأمان وسلام تبعت يا الله يا رب، هاي اللي بدنا إياه، الحمد لله رب العالمين، زي ما فرحنا الله يفرحهم. أمين يا رب.